تعالى معلش انا محتاجك جنبي النهارده. ليه؟ علشان انا جايب اغرب ايس كريم في الكوكب، ايس كريم بالدوريان. شايف شكله عامل ازاي؟ وزي ما عمرو دياب قال، ايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في جليم، احنا ايس كريم في يناير وفي الجنينه. تمام، تعالى بقى نفتح المصيبه اللي انا جايبها دي ونشوف اخرتها هتبقى عامله ازاي. تخيل ان في العادي الدوريان اساسا ريحته منيله ب60 نيله وطعمه مش كل الناس بتقدر تتقبله، ما بالك بقى لما نكون كمان جايبينه في ايس كريم. احنا هنفتح العلبه وعلى الله حكايتنا. بسم الله. بص كده معايا شكله عامل ازاي؟ شكله مش عاطفي بالمره. ريحه الدوريان، شم يا كركر، معلش شم. ايوه ايه اللي ايه؟ طيب عارف الحاجه لما بتبقى ريحتها وحشه في الثلاجه؟ ايش شكله صعب جدا. يلا ما معناش معلقه، نجرب بالسكينه. يلا بسم الله. كريم مرضيش يدوق، لقينا الراجل الطيب الطاهر ده قال لك انا عايز ادوق، جابه لنفسه. يلا بسم الله. جابه لنفسه ايه يا جدع؟ عيب، انا مستمتع باللحظه دي يا جدعان. يلا ما تحفش. طيب يا جدع عيب، افتح بقك امسك بقى يا جدع عيب. انا هغشك؟ لا كلها كلها. ايوه ايه رايك؟ فما جوافه. جوافه. طب والله الراجل ده راجل محترم، انا حسيته هيقوم رميها في الارض. على دي خمن، هو اصلا ايس كريم ولا فاكهه؟ ايس كريم، بس ايس كريم معمول من فاكهه، مش محطوط اي حاجه، هم جايبين الفاكهه وعجنينها وحاطينها هنا. انت خمن كده، دي فاكهه ايه؟ مش عارف. دوريان اللي هي دي. كنت سعرب برضو اللي هي دي. حلوه، تديها كام الكوبايه دي؟ انت جايبها من بره برضو؟ اه انا ما في حد بيبيعها جوه. 15 جنيه. طيب الكوبايه دي ب 75 جنيه. مش هتدوق يا كركر؟ كريم ما رضيش يدوق ودبس الناس في ان هي تدوق. دوق من ورا الكاميرا. يلا. قول لو عايز تفقع تفقع، بس قول. راجل كركر. صعبة أوي والله. يعني وحشة؟ جدا. إيه ده؟ شوف يعني ينفع؟ طب بذمتك ينفع؟ يعني بعد المرمطة والسكينة يطلع في من جوه معلقة؟ تصدق انا متضايق. حتى مع وجود المعلقه فهي طعمها منال ب60 نيله. الراجل جابت معاه جوافه، كريم ما شاء الله واقف هيرجع مني، وانا يعني كلتها. انا كده كده بما اني كلت الدوريان فالموضوع بالنسبه لي ها يعني ايه، مسخا من سيد الا ستي والدنيا كلها رايحه في الثلاجه. ماشي ماشي. الشيء اللي في ايدي ده هو الدوريان، واخدينه وعجنينه وحاطينه في الفريزر بقى ايس كريم. خلاص دقنا وعرفنا الدوريان وقصته والفيلم بتاعه، نيجي نعيد تاني اهم الفوائد بتاعت الدوريان. الدوريان من الفواكه اللي مليانه مضادات اكسده وفيتامين سي، وبتساعد جدا على الحفاظ على صحه المعده. الدوريان كمان مقوي جدا للاعصاب. عايز اقول لك ان الدوريان في جنوب شرق اسيا، الفلبين والصين واندونيسيا والدول دي كلها، بيعتبر من الاكلات الشعبيه اللي ما بتدخلش الفنادق واللي ما بتدخلش المطارات، واللي لو تشم ريحتها من على بعد ميل تعرف ان هي دي الدوريان. قبل ما اقول لك على لقطه السعر، الناس اللي بتحب تعمل شورت فيديوز عشان تعمل منها ستيتس، سايب لك ابلكيشن تحت في الكومنتات هيعجبك قوي، نزله. نيجي لقطه السعر اللي انا عارف انك قاعد مستنيها. الكوبايه اللي في ايدي دي عامله من 50 ل 70 جنيه، ما تجيبهاش. هات ايس كريم فستق، ايس كريم فانيليا، انما الدوريان انا جبته مكانك.